واحد بيقول يقول الكتاب المقدس ان السيد المسيح نفخ في وجه تلاميذه وقال لهم اقبلوا الروح القدس، ثم بعد ذلك حل الروح القدس على التلاميذ يوم الخمسين. لما نفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا الروح القدس، كان المقصود يقبلوا الروح القدس لنوال سر الكهنوت المقدس، دي حاجة ودي حاجة. ولذلك قال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم، ومن امسكتموها عليهم امسكها. فالروح القدس اللي جه في الحكاية دي في يوحنا 20 لسر الكهنوت غير الروح القدس في يوم الخمسين لتأسيس الكنيسة لنوال موهبة الألسنة والمعجزات، ده عمل وده عمل. وفعلا الإنسان بياخد فعل الروح القدس فيه في كل سر من أسرار الكنيسة. طبعا قبول الروح القدس للسكنة فيه بيبقى في سر الميرون او اللي بنسميه سر المسحة المقدسة، لكن بياخد عمل الروح القدس فيه في كل سر.